الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام لله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. الأحباء الكرام، الله سبحانه وتعالى يبارك في زوجنا هذا أن يجعله مجمع خير وبركة، وأن يجعله لما بعده، وأن يبارك في هذه الأيام أيام الخير والبركة، ونحن نعيش على ذكرى غزوة بدر الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجدد فيها نياتنا، وأن يبارك الله في عزمات هذه الأمة التي أضحت منخورة القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظها من سباتها. آمين. أيها الأحباب الكرام، بقيت من شهرنا المبارك في هذا 10 أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتمتها وختام أمرها أن يكون كل واحد فينا الحاضر في هذا المجلس والغائب أن يكون من عتقائه الله عز وجل من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى لأحبتي هذا الطلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من اغتنموا من هذا الشهر فقاموا حق القيام وصاموه خير الصيام وكانوا فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحباب الكرام، هذا المجلس يحضره أخ عزيز علينا، حبيب إلينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعشر خطواته. قصدنا من مدينة فاس والأستاذ منير الكراكي، أحد رجالات هذه الدعوة الإسلامية في هذا البلد، وأحد الباحثين المفكرين له عدة مؤلفات، وشاعر وكاتب ابتلاه الله أن اضطهد وسجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسب ذلك في ميزان حسناته. ويحباب الكرام، هو عضو قيادي في جماعة العدل والإحسان. الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. سنترك الكلمة لأخينا سيدي منير جزاه الله خيرا، فالموضوع سيكون شاملا كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى، فليتفضل المشكور جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى العبد الأوتي والسنة السنة والساعة على قدمي وقدم إحبابي جعلنا وإياكم من أحبابي أحبابي وإخواني من دعاب الأوتي والسنة السنة ومن يريدون عليه الحوض ومن يشربون من يديه الكلمتين شربة لا يضمأون بعدها أبدا من الذين يحضرون في شفاعتي وجوابي. يا عالم الأسرار يا سندي، يا كاشف الأضرار عن جسدي، ضاقت بي الدنيا بما رحبت رحماك، من للمذنب النكلي، من لي سوى التواب يغفر لي زلات أمسي حاضري وغدي، لولاك ما سعد الفؤاد ولا عرف الهدى دربا ولم يحدي، لولاك ذاق العبد كل أسى والنفس لمصا فتنتجلي، المشتهى حف جهنم كم عبدا غوى والحق لم يجدي، ضل السبيل وتاه في ظلمي، لو شاء شئت شاء ولو أردت هودي، ليلي سبات وانهى وهوى ضاعت حياتي في بغى الزبدي، عذري الرجاء والخوف يشفع لي، أنت الملاذ وأنت معتمدي، أرحم عبيدا بالنصح ندا، فالعزم مني خار قلبيتي، خذ بأيدينا لسديد القول وصالح العمل وخالص النية، اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، في موضوع من الأهمية المكان. موضوع يا ضعف على السقر بنا أمام السؤال المزعج المحرج، أنا وماذا أريد ومسمي في عالم الغيب، في عالم القرب، في عالم الخلق، حتى لا أكون ممن عاش ظهرا ومات ولم يقضي من الدنيا وطر. أتحدث
عن موضوع مهم، لأنه يمكن أن يكون مفتاحا لخير كثير ولأبواب من الخير الكثير ولأقفال من القلوب صادئة ولمغالق كانت مما يحجبنا عن معرفة الحق والتماس طريقه. كيف أرى الحق حقا وأوثق اتباعه وأنا المتسكر في شوارع الغفلات وأنا المتسيب الأوقات وأنا التائه التافه في مطارات الحياة وأنا في الزحام صوت خافت وشبح وراء روح وهم ينهزم أمام المعوض من الفتن وأنا مرتخ بالذنب المقبل على الله بسجل خاوي إلا من السيئة. كيف في رمضان أجدد العهد والتوبة وأقبل على هذا العشر حتى أنعتق من عقال يسلسل قدمي إقدامي حتى لكأني لا أراوح الصحبة. الصحبة هذه الكلمة التي تعتبر المنسية من دائرة التفكير والاهتمام، قليل من يتحدث عنها، والذي يتحدث عنها يصنف ويكال بالمكاييل ويعتبر خارجا عن جادة الدين وفي قطار بوزاء وعن السكة، فلك أن تتهمه ولك أن تقاضي نياته ولك أن تحمله عبء القرون وثقل الأوزار التي وقع فيها الأغيار، ولا تبال ولا يملك ينصره أحد، لأن لا أحد يعرف ولا أحد يريد أن يعرف، ومن عرف لا يغرف، وكثير ممن يحرف بما لا يعرف. موضوع أراه الله أعلم، موضوع ضروري أن نتكلم عنه لأنه مما يبين الحجة ويقيم الحجة على هذه النفس الأمارة بالسوء، على هذه النفس المسولة الموسوسة حليف الشيطان. كيده ضعيف إلا أن يجد من أنفسنا الحليف. الصحبة مخالطة، الذي يخالط الناس ويسمع على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا يسمع على أذاهم. الصحبة مخالطة، والمخالطة إن كنت في موقع أقوى وذا إيواء إيمان فاعل مؤثر تملك تخالط وتخرج من هذه المخالطة لا أقل بسلام، وقد تكون ممن يحصل الغنيمة أن انتشرت الآخر من لهذا وأن ذقته بعض ما ذقته من حلاوة الإيمان.